طيب تعالوا بقى نروح لزميلنا ومفادنا في كاس العالم للانديه امير هشام ورساله من كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. امير صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي للنهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يا اهلا بيك. انا قلت اصبح في البدايه ايه جلسه نبض، اتاكد اذا كان سامعنا ولا لا، ولا في عكوسات في المكالمه. امير انا طلبت بس منك، مش عارف انت كنت سمعت سؤالي قبل كده ولا لا، بس انا كنت بقول لك ان انا من غير ما نسال كتير احنا بس عايزينك تعيشنا معاك في الاجواء. اليوم عندكم عامل ازاي؟ تفاصيله ماشيه ازاي؟ عايزينك تطمنا على محمد هاني، على حسين الشحات، على المسحه المتعلقه بسياده العميد محمد مرجان، وعلى المود العام والحاله المعنويه والنفسيه عند اللاعبين وحجم تركيزه. طيب خليني اقول لك يا كريم ان الامور ماشيه بشكل جيد جدا هنا في مقر اقامه النادي الاهلي وداخل الفقاعه الخاصه بالبعثه بالكامل، يعني كواليس كلها في اضيق الحدود، خصوصا ان مفيش اي تحركات خارج مقر الاقامه، كله فقط من خلال التدريبات والعوده مباشره لمقر الاقامه طبقا للتجديدات طبعا الطبيه المعروفه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم وقبل انطلاق مونديال الانديه. لكن كواليس تتعلق بمقر الإقامة يا كريم طبيعي، يعني زي كل يوم، النهاردة في فطار كان في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المونديال، وبعد كده اللاعبين توجهوا للغرف الخاصة بيهم قبل ميعاد الغداء اللي هيكون في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت هنا أيضا، وبعد كده هيكون في محاضرة فنية من مستر بيتسو موسيماني. المحاضرة دي أكيد هتبقى مهمة في إطار المحاضرات المختلفة اللي بيقوم بها المدير الفني على مدار الأيام الحالية، وخلاص إحنا بنقترب على المباراة الأولى أمام الدحيل القطري يوم الخميس المقبل. ميعاد مران النادي الأهلي النهاردة هو نفس ميعاد توقيت مباراة الأهلي والدحيل، هتكون تدريبات في تمام الساعة 8:30 مساء، وتدريبات هتكون غاية في الأهمية لأن من خلالها النهاردة كمان هنعرف آخر مستجدات بخصوص اللاعبين المصابين، هتكلم على محمد هاني وحسين الشحات. محمد هاني امبارح عمل بعض التدريبات التأهيليه مع اخصائي التأهيل طبعا دكتور طارق عبد العزيز، الامور بالنسبه له ماشيه بشكل مميز جدا، مفيش اي شعور بالام، مفيش اي الام عوده محمد هاني تحديدا في العضله الخلفيه، واحنا عارفين ان هو مصاب من مباراه بيراميدز، لكن يعني بنسبه كبيره جدا محمد هاني هيكون متاح بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني في مباراة يوم الخميس بإذن الله تعالى، ده طبقا للتطورات الإيجابية اللي في حالة محمد هاني. لكن فيما يتعلق بحسين الشحات أيضا في تطورات إيجابية جدا ومباشرة بخصوص حسين امبارح عمل تدريبات يعني عبارة عن بعض تدريبات الأحماء مع الفريق في أول فقرة في مران الأهلي بالأمس، وده اللي كان مخصص لحسين بخصوص التدريبات الجماعية. بعد ما التدريبات الجماعية خلصت حسين أدى بعض التدريبات التأهيلية عشان يتم تجهيزه بشكل أكبر للمشاركة أو في التدريبات الجماعية بشكل كامل بداية ربما من النهاردة على أقصى تقدير بكرة بإذن الله تعالى. فبالتالي حالة الثنائي مبشرة جدا، وبإذن الله بإذن الله يكونوا متاحين لمستر بيتسو موسيماني في مباراة يوم الخميس، خصوصا أن هم من الركائز والعناصر الأساسية الهامة جدا. ده فيما يتعلق بحسين ومحمد هاني. لكن خليني اقول لك برضو يا كريم ويا نهاوند، النهارده في مسحه لبعثه النادي الاهلي بالكامل، وده كان طلب من قبل النادي الاهلي هنا، وكانوا عايزين يطمنوا بشكل اكبر، ده بخلاف المسحه بتاعه بكره كمان، يعني النهارده في مسحه وبكره المسحه الرئيسيه بتاعه مباراه يوم الخميس، لان بكره الثلاث، فدي المسحه اللي نهائيه اللي هتكون بكره، لكن النهارده مسحه زياده في الاطمئنان، وخصوصا بعد اصابه العميد محمد مرجان بفيروس كورونا، فيعني كجانب احترازي اكبر وقرار من يعني بعثه النادي الاهلي هنا في المونديال. ونتيجه المسحه هتطلع بعد 6 ساعات، يعني المسحه بالتحديد هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا، بعد 6 7 ساعات باذن الله النتيجه تطلع ان شاء الله، كل باذن الله يكون سلبي والامور تبقى ماشيه على ما يرام، وباذن الله الاهلي يكون موفق في استعداداته، ومن ثم يكون موفق في مباراته الهامه جدا والصعبه امام الدحيل القطري. خليني اقول لكم كمان ان مباراه الدحيل مباراه غايه في الصعوبه، وبيتم دراسه هذا الفريق بشكل وافي من قبل مستر بيتسو موسيماني ومن قبل اللاعبين اكيد بالتنسيق مع المدير الفني، فبالتالي ده امر
الامر غايه في الاهميه، لكن خليني اقول لحضراتكم كمان ان بخصوص هذه المسحه وبخصوص كمان نتيجتها بعديها مباشره ممكن يكون في اجتماع بالليل ما بين مستر بيتسو موسيماني والكلام في بعض الامور الهامه اللي بتتعلق بالمباراه. دراسه كبيره جدا لعناصر فرقه الدحيل، بالمناسبه فرقه قوية جدا جدا، وده اللي مركز عليه الجهاز الفني في كلامه الدائم مع لاعبي النادي الأهلي وفي تعليماته المستمرة. امبارح كمان في المران كان في أكثر من تقسيمة، يعني مستر بيتسو موسيماني قسم الفريق لأربع مجاميع، كل مجموعتين لعبوا مع بعض تقسيمة، شهد التألق عدد كبير جدا من اللاعبين ويعني ظهروا بالشكل الجيد، في حماس، في جدية كبيرة جدا، كل حريص على انه يشارك في محفل دولي وعالمي زي ده، بطولة كأس العالم للأندية، خصوصا بعد ما الأهلي حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت غايبة عن الفريق بشكل كبير. فالأجواء بتاعة كأس العالم للأندية ممكن معظم اللاعبين ما عاشوهاش، ما فيش غير مثلا سعد سمير ثالث مرة شارك، حسين الشحات شارك قبل كده بس مع العين الإماراتي، فالكل عنده شغف وحماس كبير للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، لكن كل التركيز منصب على أنك تاخد خطوة بخطوة. فبالتالي الخطوة اللي جاية لك دلوقتي هي مباراة الدحيل القطري، مفيش كلام غير على هذه المباراة، مفيش كلام غير على أنك إزاي تكسب الدحيل القطري، إزاي تتعامل معاه فنيا وتكتيكيا وخططيا داخل الملعب. عناصر فريق الدحيل، مستر بيتسو موسيماني مش الراجل بصراحه من انواع المدربين اللي بيذاكروا كتير جدا جدا، يعني ما بيضيعش وقت في الحقيقه، يعني دايما بيحاول يدرس الفرقه اللي قدامه ونقاط القوه نقاط الضعف. يعني اعتقد ان هو خلاص حفظ فرقه الدحيل قبل 3 4 ايام من المباراة، كمان لقطات لهذا الفريق موجودة على الأجهزة الخاصة باللاعبين، اللابتوبس بتوعهم في الغرف بتاعتهم بيقعدوا يتفرجوا على مباريات الدحيل، فبالتالي عشان يبقى يعني في المام أكبر بهذا الفريق وإمكانياته وكيفية بإذن الله التغلب على فريق الدحيل القطري، ومن ثم إن شاء الله الأهلي يعني يروح لأبعد نقطة في مونديال الأندية، طموح مشروع وهدف من ضمن أهداف الفريق والبعثة ككل، لكن عشان نبقى منطقيين أكيد في صعوبة كبيرة جدا جدا في بطولة كبيرة زي دي وفرق كلها إمكانياتها أقصى من أبطال العالم في كل الأحوال، فأكيد هيكون في منافسة صعبة، لكن الكل في الحقيقة هنا بيعمل كل اللي عليه، الكل بيجتهد، الكل بيحاول إن هو يسعد جمهور النادي الأهلي في كل مكان، اللي عنده شغف كبير جدا يشوف الأهلي في المونديال بعد غياب الجماهير هنا. جماهير النادي الأهلي يعني الناس نفسهم يبقوا موجودين هنا جوه مقر الإقامة، نفسهم إن هم يقعدوا مع أفراد البعثة الجهاز الفني اللاعبين يلتقطوا بعض الصور التذكارية، لكن طبقا للظروف اللي أنتوا أكيد عارفينها واللي أنا حكيتها لكم أكثر من مرة، الموضوع غاية في الصعوبة وممنوع ويكاد يكون مستحيل، أو مش يكاد يكون، ده هو مستحيل فعلا، يعني الموضوع إن حد يدخل مقر الإقامة مفيش خالص، حتى مفيش نزلة هنا في مقر إقامة النادي الأهلي إطلاقا، مفيش أي حد موجود غير بعثة النادي الأهلي وبعثة فريق أولسن هونداي بطل آسيا، فيما عدا ذلك مفيش حد خالص، العمال حتى بتوع الفندق ما بيخرجوش من مقر الإقامة، يعني ما يقدروش إن هم يخرجوا ويجوا تاني مثلا، حاجة هم مقيمين لحد ما البعثتين يمشوا من هنا، فإجراءات أمنية واحترازية وطبية مشددة للغاية. كلام برضو مهم أنا كنت اتكلمت فيه قبل كده، إن في أسوار حوالين مقر إقامة النادي الأهلي، وده بسبب الشعبية الجارفة بالنسبة لفريق النادي الأهلي في كل مكان الفريق بيروح، فكان من المتوقع الناس هنا كانت عارفة إن هيبقى في توافد من الجماهير على مقر الإقامة، وكان هيبقى في توافد من الجماهير على ملعب التدريب، فبالتالي قبل وصول النادي الأهلي بأكتر من يوم تم يعني عمل أسوار حوالين مقر إقامة النادي الأهلي وحوالين ملعب مران النادي الأهلي. بالمناسبة كمان الملعب اللي بيتمرن عليه الفريق مفيش أي حد تاني بيتمرن عليه خالص، يعني محدش بيخش الملعب ده غير بعثة النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي فقط، حتى فريق أولسن هونداي اللي معانا هنا في مقر الإقامة ليه ملعب تدريب آخر بيتمرن عليه، وده طبقا طبعا للإجراءات الاحترازية المشددة. لكن
بخصوص بقى فريق الدحيل واستعداداته، وده امر مهم جدا في الحقيقه، لان فريق الدحيل ابتدى استعداداته من يوم 28 يعني قبل وصول النادي الاهلي بيوم، داخلين معسكر مغلق ايضا، هم يعتبروا في فقاعه طبيه، فبالتالي بيستعدوا للمباراه بمنتهى القوه، واكيد عندهم طموح واحلام كبيره، لكن احنا بنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وباذن الله الاهلي يتخطى هذه العقبه سعيا نحو الوصول لابعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية. دي كانت أبرز الكواليس وأبرز الأحداث هنا داخل مقر إقامة الأهلي. يا نهاوند ويا كريم، لو في أي استفسار أنا معاك، اتفضل. كل الشكر والتقدير لزميلنا العزيز أمير هشام، وفادنا في كأس العالم للأندية، والحقيقة أكيد تجربة برضو مختلفة إن أنت تكوني موجودة في إطار حاجة اسمها فقاعة طبية مصر استحدثتها واتنقلت عن مصر في كتير من زي ما كما هو الحال حاليا في كأس العالم للأندية. طبعا تجربة استثنائية أكيد. تجربة استثنائية وأكيد صعبة طبعا على البعثة الرسمية وعلى كمان الفريق، لكن الفريق طبعا ده شيء هو متعود عليه، يعني ما فيش حاجة جديدة قوي أو ما فيش حاجة صعبة عليهم، هم كده كده متعودين إن هم يعني يكونوا تحت ضغط أو تحت أي ظروف بتفرضها عليهم يعني. لكن النقطة الثانية هي أنا كنت عايزة أتناقش مع أمير، بس طبعا على مدار الحلقات يعني لسه قدامنا وقت، إزاي البعثة الرسمية بقى بتقضي اليوم؟ أكيد الموضوع برضو إلى حد كبير صعب، لأن زي ما أنت قلت الفقاعة الطبية دي ممنوع وفي صرامة جدا في الإجراءات، ممنوع أي حد يدخل أو يطلع، وكمان يعني حركتك داخل الفندق محدودة جدا، فأكيد هناك بيشعروا إلى حد ما بملل أو عايزين على الأقل نعرف إزاي بيقضوا كانوا يومهم. أكيد الجمهور برضو عنده الرغبة إن هم يعرفوا عن البعثة الرسمية إزاي اليوم بيكون. والنقطة الثانية اللي عجبتني جدا فكرة إن هو تحدث وأكد على نقطة إن موسيماني دايما ما يتحدث عن الخصم، وهو بيبقى عارف أو بيبقى دارس كويس قوي مدى قوة الخصم بتاعه، عمره ما يعني بيستهين أو بيقلل من أي خصم بيكون بيواجه النادي الاهلي، وكمان بيذاكر يعني بيبقى حريص ان هو يذاكر الفريق الاخر. ويمكن ده كان نربطه بكلام موسيماني اللي من شويه شفناه مع حضراتكم، فكره ان هو كمان الاستحداث او الجديد في كره القدم وفي التدريب والاعداد اللي هو لا يختلف عن اي يعني بطوله اخرى، لكن هو بيحب يركز مع كمان اللعيبه ان هم يشوفوا ويتابعوا مباريات للخصم علشان يذاكروا كمان كويس جدا، مش بس يتابعوا مبارياتهم، لا يتابعوا مباريات كمان الخصم. فحلو جدا ان احنا التركيز منصب دلوقتي على الدحيل، بعد ما نخلص ان شاء الله من الخطوه دي باذن الله بفوز اهلاوي نشوف بعد كده موضوع بقى بايرن ميونخ. كل التوفيق اكيد في الاول وفي الاخر للاهلي. يا مسهل الحلو، فعلا النقطه اللي انت بتقوليها متعلقه بموسيماني حقيقيه جدا، واتعكست اكتر من مره في معظم ما كانش في كل المؤتمرات الصحفيه اللي كانت بتبقى عقب اي مباراه، حتى المباريات اللي فاز فيها النادي الاهلي وبسكور ما بيتكلمش غير بكل تقدير عن الفريق المنافس. عارفه هو عموما بعيدا بقى عن الفنيات هو شخص محترم بالمعنى الحقيقي يعني. طيب.